Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-qira, lismahuli al-muqaddimalakum qisratan qasiratan tahtal maudu ar-rajulul dakiyu. Fi zamanil qadimi, kana hunaka rajulun dakiyu ismuhu Abu Nawas. Zata yaumin أخبره الناس رجل علم يأتي إلى مدينتهم ولديه أسئلة لا يستطيع أحد أن يجيب عنها. سمع أبو نواس الخبر فقال في نفسه: العالم الحقيقي لا يفتخر بعلمه. جاء الرجل إلى أبو نواس وقال له: هل أنت أعلم الناس في المدينة؟ إذا قل لي أين مركز الأرض؟ فقال أبو نواس: الإجابة بسيطة، مركز الأرض تحت قدمي هنا إلى الغرب. فقال الناس: ما أكي جوابك يا أبو نواس؟ سكت الرجل ثم سأل: أخبرني كم عدد النجوم السماء؟ فقال أبو نواس: عدد النجوم في السماء بعدد شأن حمار هذا. فساء الرجل: إذن كم عدد شأن حمارك؟ أجاب أبو نواس: أدها أنت، ها هو حماري أمامك. ضحك الناس ضحكا شديدا من جواب أبو نواس. الذكي وانصرف، الرجل خجل. كفيت قصتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.